يلا بينا يا شباب امتحان الشرقية. أحمد 1 و 2. ها The length of the shortest straight line. Shortest straight line. Displacement. Displacement. Number 2. The line between the centers of curvature of the lens. ها principal axis. البرنسبال اكسس. طب ليه ما ينفعش؟ دي مش هتنفع. طيب بلاش لخبطه في الاسئله. تمام. ذا برنسبال اكسس نمبر 3 و 4. كنت عايز اجود على السؤال. طيب the law بعد كده جمانه. The law which explains the relation between the angle of incidence and the angle of reflection. اسمه ايه اللو؟ The first law of the light reflection. First law of light reflection. Number 4. The result of multiplying the half speed by double of the time. لا ما حلناش الامتحان ده. half speed by double of the time. Distance. Distance. ايه السؤال ده؟ طبعا انتوا عارفين الرول بتاع الدي في تي. دي في تي ان الديسبليسمنت او الديستانس ايكوالز سبيد تايمز تايم. فبيقول لي طب لو عملت هو السبيد تايمز التايم يديني الديستانس. تمام. طب بيقول لي هاف السبيد. يعني ايه هاف السبيد؟ يعني السبيد اوفر 2. لو عملت مالتيبلاينج لهاف السبيد لدبل التايم. اللي يعني ايه دبل التايم؟ يعني بدل ما تبقى تي نخليها 2 تي. فايه اللي يحصل؟ طبعا ال2 ديت هتروح مع ال2 فبقت v times t برضه فتديني distance. فبرضه تخلوا بالكم هو بيقول لي speed divided كام او time times كام. يعني لو خلينا السؤال the result of multiplying the quarter of speed times the double of the time تبقى ايه؟ quarter السبيد and double of the time هتديني ايه؟ ايوه هتديني half the distance. هتديني ايه؟ half the distance. يعني لو حبينا نجود على السؤال. طيب بعد جمانة زيادة بيقول لي if an object of 3 cm length ده طول الأوبجكت ها was put at a distance of 4 cm from a concave mirror. هو واقف على distance 4 cm from a concave mirror. distance دي 4 وادي concave mirror. بيقول لي concave mirror ديت its focal length 2 cm. الاف بتاعتها focal length 2. يبقى هو واقف فين؟ عند السنتر اوف كيرفتشر. يبقى هو واقف عند السنتر اوف كيرفتشر. وقال لي اللينث بتاع الاوبجكت ده كام سنتي؟ 3 سنتيمتر. 3. فبيقول لي so the length of the formed image is 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر وهتتكون فين؟ عند السنتر اوف كيرفتشر. يعني على ديستانس قد ايه من الميرور؟ دبل فوكال لينث او الريديوس اللي هو 4 يعني برضه اللي هو ايه؟ 4. وهيبقى طولها برضو 3. الإجابة 3 يا شباب. 3 سنتيمترز. نمبر 2 بيقول لي in human and animal meiosis division occurs in A to produce male gametes. reproductive cells. بس هنا حدد الهيومن والانيمال فلازم تحدد له مين هي الريبرودكتيف سيل. التستس. واخدين بالكم يا شباب؟ طيب نمبر 3 و 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي the ratio between the object lens اللي بعد زياد كنزي the object lens and the formed image lens by the concave lens ها هتبقى more than 1 بالظبط. ليه؟ لأن concave lens بتعمل لي A image diminished image وبالتالي الكبير divided الصغير فهيديني less. أنا آسف هيديني more. هيديني more than one. Number four, if the number of chromosomes in a nucleus of maize pollen grain ايه نوع السيل ديت يا كنزي؟ ده جميت. جميت. بيقول لي النمبر اوف كروموسومز 10 كروموسومز، النمبر دوت ان ولا 2n؟ ده ان. ده ان عشان دي جميت. طيب then the number of chromosomes in each nucleus of the stem cell. الستم سيل ده عباره عن ايه؟ somatic cell. somatic تمام، يبقى النمبر اوف كروموسومز اللي فيها 20 كروموسومز. طب ممكن نقولها بطريقه تانية؟ يا 10 pairs. 10 pairs الله ينور عليك، يا اما نقوله 20 يا اما نقوله 10 pairs. طيب اللي بعده بعد كنزي احمد بيقول لي واضح ان دي relative speed، ممكن تملين الرول؟ relative speed equal real speed plus or minus the observer. relative equals real observer. وطبعا هنشوف بقى الايه الاوبزرفر ده ايه اخباره. وطبعا انتوا هتكتبوا speed relative speed equals real speed وobserver speed، يعني تكتبوها زي ما انا كاتبها كده، تكتبوها relative speed equals real speed plus or minus طبعا الاوبزرفر ايه speed. طيب بيقول لي calculate the actual speed، يعني هو عايز مين من الثلاثه اللي انا كاتبهم؟ الريل ادي اهو. بعدين بيقول لي whose relative speed 130، فطبعا هو مديني كده relative 130 to an observer moving in the same direction. هنحطه ايه الساين؟ ماينس، هنحطه الماينس. ماشي، at speed of 50 كيلومتر. دي بتاعت مين؟ الأوبزرفر ادي ال 50. يبقى الاكشوال سبيد 130 بلس 50 ل 180. الله ينور عليك، 180 كيلومتر بير اور. وتاخدوا بالكم من اليونتس، شغالين بالكيلومتر بير اور. تمام، اللي بعده انت برضو يا احمد. when the initial speed of an object is zero this means that the object is ماله started it's moving from left. برافو. طب ليها معنى تاني لو الانيشال سبيد equal زيرو؟ هل ليها معنى تاني غير ان هو starts moving from rest؟ move with positive acceleration. positive acceleration الله ينور عليك. طيب number 2 و 3 جمانة بيقول لي the crossing over phenomenon crossing over occurs at the end of A. from phase 1 number 3 the graph which represents the car movement when the driver presses the brakes. driver داس على البريكس، يعني ايه اللي بيحصل للسبيد وايه نوع الاكسلريشن؟ السبيد بيحصل لها ايه يا جمانة؟ والاكسلريشن ايه؟ ديكريز. الاكسلريشن يبقى نيجاتيف والاكسلريشن نيجاتيف اكسلريشن. طيب مين بقى الجراف اللي بيعبر عن نيجاتيف اكسلريشن؟ هل ده نمبر A السبيد بتقل؟ بي طبعا ده الوحيد اللي السبيد فيه بتقل، ماشي، مع انه ما يحقلهوش ان هو يجيب لكم الجراف ده، ماشي، عشان دي حاجه اسمها نون يونيفورم اكسلريشن. نون يونيفورم اكسلريشن، ودي مش عليكم في المنهج، فما يحقلوش في امتحان يجيب حاجه زي كده، بس تمام، لان ده الوحيد الجراف اللي بيعبر عن ان السبيد بتقل. طب نمبر 4 زياد بيقول لي sponges reproduce asexually by A. by budding. by reproduction by budding. Reproduction by budding number C. تمام. طيب correct the underline. بيقول لي when putting an object between the focus والcenter of a concave mirror. بيقول لي the formed image بيبقى مالها؟ real و magnified و inverted. real magnified inverted. بفكركم بيها ان الاوبجكت اللي مزنوق ما بين الفوكس والسنتر هو الصغير، اللي ما بين الفوكس والسنتر هو الصغير، سواء كان الاوبجكت او الايمج. ادي الفوكس ادي السنتر، لو الاوبجكت واقف هنا يبقى هو ده الصغير، بنرسمه ازاي الرسمه؟ بنطلعه parallel light ray للprincipal axis بيرفلكت passing by الفوكس، والتاني هيباسس by الفوكس وهيرفلكتس ايه؟ reflects parallel. وطبعا ادي الايمج اللي زياد قال عليها بتبقى enlarged وبتبقى inverted وبتبقى real. طيب مين اللي بعده؟ 2 و 3. كنزي. Each galaxy has a distinctive shape according to the harmony and the order of groups of what? Stars. Stars. Number 3. The long-sightedness is corrected by using convex lens. A convex lens. تمام صح. Number 4. Ahmed. Earliest life forms began to appear on Earth after at the 8 million years. 12,000 million years بالظبط. Number C. انت برضو بيقول لي what is the difference between the speed and velocity في ال definition. The speed it is the distance covered in unit time. Velocity is displacement covered in unit time. جميل. ها kind of physical quantity. السبيد سكيلر والفيلوسيتي فيكتور. الله ينور عليك. طيب بعد كده 1 و 2 جمانة. The acceleration is the rate of a change of distance with speed. غلط. صلحها لي بقى. هتبقى velocity و time، speed و time. بالظبط. Rate of a change of velocity أو rate of a change of speed with the time. جميل. طب number 2 بيقول لك nucleolus and nuclear membrane disappear. الاتنين دول بيختفوا at the end of telophase of mitosis. امال ايه؟ ها؟ prophase. prophase تمام. 3 و 4 زياد. The metro movement on the trails is an example of the movement in one direction. صح. Number 4 the interphase. In the interphase, the genetic material in the cell is duplicated. صح. تمام. 1 و 2. كنزي. بيقول لي if an object is placed at a distance 12 centimeter from the optical center of a convex lens. ماشي. بيقول لي a magnified inverted real image is formed. هو واقف فين كده؟ between الF والC. جدعة. between الF والC لسه متكلمين عليها. طيب بيقول لك and when it's placed 14 centimeter away بيقول لي a diminished real inverted image is formed. طب يبقى فين ال 14 سنتيمتر؟ تقريبا هيبقى بعد السنتر. جدعة. بصوا يا شباب سؤال لذيذ، سؤال لذيذ ما جاش في اي حته قبل كده. بيقول لك في اوبجكت واقف قصاد الكونكيف ميرور. ادي الفوكس بتاعت الكونكيف ميرور وادي السنتر بتاعت الكونكيف ميرور. بيقول لك لما كان واقف at a distance 12 اتكونت له صوره ريل وانلارجد، ريل وانلارجد. طب هو امتى تتكون الايمج ريل وانلارجد؟ لما يبقى واقف ما بين الفوكس والسنتر. خلاص؟ فبيقول لك ساعتها هو كان واقف at the distance 12. الديستانس دي يا شباب 12 سنتيمتر. خلاص؟ وكنزي استنتجت ان هو واقف ما بين الفوكس والسنتر، ده استنتاج بتاع كنزي. بيقول لي طب لما كان واقف at the distance 14 اتكونت صوره ريل وسمولر. ريل وسمولر. يبقى هو كان واقف فين في الحالة الثانية؟ فكنزي استنتجت إن الأوبجكت كان واقف بعد السنتر. لما كان واقف بعد السنتر اتكونت صورة ريل وسمولر. طب هو قال لي في الحالة الثانية مدهاني قايل لي الديستانس دي كانت 14 سنتيمتر. 14 سنتيمتر. تاني السؤال بيقول إيه؟ لما كان واقف at a distance 12 سنتيمتر اتكونت صورة ريل وانلارجد، فاستنتجنا ان هو كان واقف هنا ما بين الفوكس والسنتر. ولما كان واقف at a distance 14 سنتيمترز اتكونت صورة real وsmaller. طب امتى تتكون real وsmaller؟ لما يبقى واقف بعد السنتر، فكنز استنتجت ان هو هنا. طب ايه السؤال؟ بيقول لي the possible focal lens of this lens. معلش ده كان لينز، معلش دي كانت لينز، ماشي يعني ما فرقتش الكونكيف ميرور من اللينز ما فرقتش. ها فبيقول لي الفوكال لينز بتاعت اللينز ديت كام الاحتمالات بتاعتها؟ ده possible مش اكيد يعني، بس ممكن تكون كام؟ 6.5. جدعه 6.5. ليه؟ لان الاحتمالات بتاعت الراديوس، الاحتمال بتاع الراديوس ان يبقى 13، اذا كان دي 12 ودي 14 يبقى في احتمال من احتمالات الراديوس انه يبقى حاجه ما بين البنين اللي هو 13 سنتيمترز، يبقى الفوكال لينز هيبقى 6.5. ده احتمال من الاحتمالات ومفيش اي احتمال تاني، يعني ما ينفعش ال7، ما ينفعش معايا ال7، لا يمكن الفوكال لينز يبقى 7 لان ساعتها هيكون الراديوس 14، واللي هو لو كان واقف على الديستنس 14 ما تكونتش صوره ايكوال، دي كونت صوره ديمينشد، ماشي؟ فما ينفعش معانا التشويس اللي هو 7، وما ينفعش طبعا معانا ال 13 وال 14. جدع يا كنزي. نمبر 2 بيقول لي the spindle fibers began to shrink in A. انافيز. في الانافيز، الشرينك ديت في الانافيز. 3 و 4 احمد بيقول لي if a person puts a pen in his left pocket، حطه في جيبه الشمال، and looks at the plane mirror، ووقف قصاد البلاي ميرور، an image of the pen appears at A. هتظهر في الرايت سايد يعني ريفرسد، هتبقى في الرايت سايد وريفرسد. الله ينور عليك، رايت سايد وريفرسد. طب ما هتبقى رايت سايد because it's reversed، صح because it's reversed. تمام. نمبر 4 بيقول لي it contains genetic material from both parents. مين من دول شايل الجينيتيك ماتيريال من both parents؟ زايجوت. الزايجوت ده الوحيد اللي شايل الجينيتيك ماتيريال كلها. طيب بعد كده show by drawing the formation of an image in the form of light spot by convex lens. مين اللي عليه الدور؟ جمانة. عارفة ايه الرسم يا جمانة؟ يعني ارسم ايه طيب؟ بيقول لي show by drawing the formation of image، يعني الايمج اللي طالعه لي عبارة عن light spot. يعني مين الحالة؟ ايوه هنرسم convex lens، هنرسم parallel light rays. جدعة يا جمانة. الحالة اللي هي اسهل حاله، هنرسم parallel light rays. يعني جايه منين البارالل light rays دي؟ far away. بس مش فاهمه السؤال. نعم فاهمه السؤال، يعني ايه جايه منين؟ يعني امتى اقول ان اللايت rays parallel؟ هو بيقول لك اهو the mention the position of the object، يعني اللايت ريز دي جايه لي منين؟ من اوبجكت فين؟ البوزيشن اوف اوبجكت فين جاي الاوبجكت؟ على فكره كنزي حلت السؤال بس انت ما خدتيش بالك، الحمد لله. ها جايه لي منين اللايت ريز ديت؟ البارالل. مش انت قلتي بارالل؟ ها انت اللي قلتي بارالل، عشان كل اللايت ريز هتتجمع فين ساعتها؟ عند الفوكس. عند الفوكس، وبالتالي الايمج اللي هتتكون عند الفوكس هتبقى عباره عن لايت سبوت. دي الرسمه اللي احنا هنرسموها مبدئيا يا شباب، عند اللايت سبوت، عند الفوكس، وهتبقى اللايت سبوت. انت قلتي عشان تتكون اللايت ريز ديت في بوينت واحده اللي هي الفوكس لازم تبقى اللايت ريز تبقى بارالل، ماشي؟ لايت ريز. يبقى الاوبجكت كان واقف فين؟ هو عايز البوزيشن اوف ذا اوبجكت. الاوبجكت واقف عند الفوكس. نعم واقف عند الفوكس. الاوبجكت يبقى واقف عند الفوكس. الثانيه هنا لا، انت عارفه لو الاوبجكت واقف عند الفوكس تكونلوش ايمج اصلا. عارفه ليه؟ ادي كده اللينز اهي ادي اللينز اهي. لو في لايت ريز طالعه من الفوكس وجايه على اللينز اهو، بص كده لايت ريز طالعه من الفوكس وجايه على اللينز، هترفراكت ازاي يا جمانه؟ حد عارف؟ without refraction يبقى parallel، هتبقى parallel مش without refraction. هو هيحصل refraction بس هيرفراكت، هيحصل لهم refraction parallel. يعني اللايت ريز don't intersect يعني مش هتتقابل، يعني هنا no image في الحالة دي. لكن احنا بقى عندنا العكس، احنا عندنا اللايت ريز يا جمانة كانت جاية parallel واتجمعت هنا في الفوكس. ها يبقى الاوبجكت كان فين؟ اللي جايه منه الفار لايت ريز. ده انا جاوبتها، جايه من فار اوبجكت عند السن. مثلا جايه من فار اوبجكت، او ديستنت اوبجكت. صعبه؟ انا قلت ان هي من انفينيتي تبقى صح. نعم قلت من انفينيتي. ممكن بس هي مش تنفع. اوقع distant object، نخليها distant object احسن. ماشي طيب. انت برضو يا جمانة، بس اخدتوا بالكم من الرسمه دي ان الرسمه دي ما جاتش كتير في الامتحانات، دي برضو من الرسومات السهله. اما يقول لي ايه light spot. طيب اللي بعده انت برضو يا جمانة، بيقول لي ايه choose the outward وwrite the relation between the remaining total distance acceleration time average speed. acceleration الريليشن اللي ما بينهم هي الرول. average speed equals total distance divided the time. هتكتبوا لي الرول. طيب 2 3 زياد sun 10 planets 8 planets. 10 planets وهتبقى solar system. number 3 mass length time force هيبقى scalar physical quantity. جدع، الباقي scalar. كنزي big bang nebular crossing star modern. big bang وهيبقى الباقي origin of solar system. جدع number 1 يا كنزي. بيقول لي the dentist uses it. الدنتست بيستخدم حاجة during the check-up. concave mirror. اشمعنى؟ علشان هي بتكبر. جدعة. وامتى بتكبر؟ امتى تعمل صورة كبيرة؟ الكونكيف ميرور هتعمل صورة كبيرة لما الأوبجكت يبقى ما بين الفوكس والسنتر. جدعة، دي أول حالة بس كده، ساعتها الصورة هتبقى inverted. امتى تعمل لي صورة كبيرة وأبرايت؟ لما يبقى أقل من الفوكس. بالظبط، at a distance less than the focal length. ساعتها الإيمج بتتكون هنا. أراجع لكم معلش على الرسمة بتاعت الحالة دي، لما يبقى الكونكيف ميرور كده ماشي، وادي الفوكس وادي السنتر خلاص، وأوبجكت واقف هنا، وطبعا دي كده concave mirror خلاص. فكنا بنعمل ايه؟ بنرسم تو لايت ريز. اول لايت راي parallel بيحصل له ريفلكشن ازاي؟ passing by the focus. بس ما كناش بنسيب المسطره، كنا بنعمل له الايه؟ الاكستنجنز كده، ونسيب مكان كويس ورا الميرور عشان احنا عارفين ان الايمج اصلا هتتكون behind the mirror. وتاني لايت راي هنجيبوه كانه، بصوا كده لما نيجي نرسم نجيبه المسطره، هنجيبه لايت راي كأنه جاي من السنتر، بالشكل ده كده. تظبط المسطرة ما بين راس الأوبجكت والإيه والسنتر كده، تظبط المسطرة بتاعتك كأنه جاي من هنا، كأنه جاي من السنتر. آدي اللايت راي التاني كأنه جاي من السنتر. فبيحصل له إزاي ده؟ بيحصل له ريفليكشن إزاي؟ بيحصل له ريفليكشن على نفسه لأنه نازل perpendicular. وما تنسوش قبل ما تشيلوا المسطره تعملوا ايه؟ تعملوا اكستنجنز كده بالشكل ده. فطبعا كده اللايت راي نزل اهو، وحصل له ريفليكشن على نفسه وعملنا الاكستنجنز، ومكان الانترسكشن هو ده الايه الايمج بتاعتنا. خلاص؟ طيب معلش بس ايه اقفل الموبايل بتاعي. طيب نكمل مع بعض. نمبر 2 و 3. مين اللي عليه الدور؟ احمد. بيقول لك used in shopping centers that need to high rate security. في حاجه بستخدمها في الشوبينج سنتر عشان اقدر اشوف كل الناس فيبقى في سكيورتي عاليه. سؤال يعني غريب. مين؟ كونفكس ميرور. جدع، كونفكس ميرور. ليه؟ عشان هي بتعمل ديميناج ايمج فهيبان بالظبط، فيوضح لي كل الشوبينج سنتر، يقدر يخليني اشوف كل الشوبينج سنتر في ايه، في صوره صغيره، بيعمل ديمينجد ايمج. طيب 3 the most common way of reproduction especially in higher multicellular organisms. sexual. ده احمد يا جمانه، ماشي. طبعا الاخيره هي reproduction method that includes mitosis، هتبقى الاسexual reproduction. طيب show by drawing meiosis division and formation of gametes. meiosis وformation of gametes. طبعا هو مش عايز كل مراحل الميوسيس. اوريكم انا اجابه السؤال دوت. السؤال دوت عايز رسمه الميوسيس. الميوسيس ديفيجن دي بتحصل لمين يا جمانه؟ لانه نوع من السيلز بتحصل للريبرودكتيف سيلز. ريبرودكتيف، فاحنا هنرسم سيل كده ونكتب جواها ان ولا 2 ان. هنكتب جواها reproductive 2n. الوحيده الان هي الجاميت، ونكتب هنا جنب السيل ديت reproductive cell. طالما بنتكلم على meiosis division يبقى بنتكلم على reproductive cell. ماشي؟ طيب وبعد كده هنقوله after meiosis 1 اهو، ادي meiosis 1. بعد meiosis 1 هينتج لي كام سيل؟ كام سيل؟ 2 ولا 4؟ 4. لا، ميوسيس 1 بعد ميوسيس 1 هينتج لي 2 سيلز. 2 هينتج لي 2 سيلز، وكل سيل فيها قد ايه من الجينيتك ماتيريال؟ فيها 2n. لا، هو 2n من حيث النمبر، لكن هو بيبقى فيها ان من حيث نوع الكروموسومز. يعني ايه؟ كنت فكرتكم وقلت لكم ان 2n اصلا وانا بشرح الكلام دوت، انا شرحته بالتفصيل. خلاص؟ لو ممكن تقدري تراجع الفيديو بتاع الميوسيس في الفيديوهات بتاعتي عشان تفهمي الجزء ده كويس. ال 2n ديت هي مش 2n من حيث النمبر وبس، هي عباره عن ان بتاعه الفاذر، ان اصلا جايه من الفاذر، وان ثانيه جايه من المذر، في اخر الميوسيس 1 كل سيل بتاخد يا اما الان بتاعه الفاذر يا اما الان بتاعه المذر، بتاخد نوع واحد من الكروموسومز، يا اما بتاع بابا يا اما بتاع ماما بس. ماشي؟ بلس الكوبي بتاعتها، هي واخده ال 2n من حيث النمبر، لكنها واخده n من حيث النوع، هي واخده نوع واحد يا اما الفاذر يا اما المذر. طبعا واخده ان، وفي كوبي كمان بتاعه الانترفيز بس بنقولوا عليها ان لان دي نوع واحد. في الميوسيس 2 تبقى تراجع على الحته ديت يا جماعه لو عايزه تفهميها كويس، راجع على الفيديو بتاع الميوسيس ديفيجن. في الميوسيس 2 بقى، في الاخر بيديني الفور سيلز اللي بنسميهم ايه يا جمانه؟ جاميتس. بالظبط، في الاخر خالص بيطلع عندي الفور جاميتس، وكل واحده فيها ايه؟ فيها ان. عشان كده سمينا الميوسيس. حد فاكر الاسم التاني بتاع الميوسيس ديفيجن ايه؟ ريدكشن ديفيجن. ريدكشن بالظبط سميناه ممكن نقوله مايوسس او ريدكشن division because it produces four gametes, each one carries the half number of chromosomes. عشان كده سميناها reduction division. It reduces the number of chromosomes. بيقلل ال number of chromosomes. دي الرسمة اللي كانت مطلوبة على فكرة. إن إحنا بنكتب له reproductive cell بعد الميوسيس 1 هيديني 2 cells كل واحدة n. بعد الميوسيس 2 هيديني 4 cells كل واحدة n. ماشي يا شباب؟ برضه سؤال تبقوا تراجعوه، سؤال عايز مراجعه. show by drawing دوت الميوسيس ديفيجن والفورميشن اوف جاميتس. طيب